والآن ننتقل إلى جدة مع زميل سلطان العبدالله المحسن. مرحبا سلطان، ماذا لديك اليوم؟ شكرا راميا، عندنا الكثير اليوم من جدة عروس البحر الأحمر. أرحب بكل مشاهدي تلفزيون الآن وكمان فريق العمل في دبي. اليوم حلقتنا للي يحبوا ألعاب الخفة والسحر والأشياء الغريبة، العالم المجهول هذا، مو سحر بس ألعاب خفة وأشياء خفيفة كنا نشوفها دائما أيام المدرسة. مثلا عارفين الأشياء اللي هي مثلا يكون حبر ينكب على الثوب مثلا وبعدين يروح لونه والأشياء هذه، لكن اليوم حيكون بشيء أكثر بتخصص يعني مع لاعب الخفة محمد بلخي. أهلا وسهلا فيك محمد. كيف حالك محمد؟ محمد أبغاك تقول لي أول شيء إيش الفرق بين ألعاب الخفة والسحر، لأنه في ناس كثير بتخلط بين الشيء هذا، بيقول لك أنه السحر حرام وكذا وألعاب الخفة ضمن السحر وكذا، فأنت قول لي إيش ألعاب الخفة وإيش السحر؟ لا، ألعاب الخفة أنه يعتمد على الخدع، يعني نحاول نخدع قد ما نقدر، يعني نلعب نفسيتك اي شيء، يعني نحجب زاويه الرؤيه، اشياء كثير. السحر صراحه ما لك فيه. الحمد لله. كيف دخلت مجال خفه العاب الخفه يعني وانت صغير مثلا بديت، مثلا كنت في المدرسه مثلا بهذيك الاشياء اللي كانت تنباع في محلات كانت كثير موجوده اللي تبيع الغرائب ترسام وكذا، الاشياء اللي بتبيعها قروش وتحطها جوا شيء؟ هذه الاشياء حلوه انه كنا واحنا صغار نلعبها، بس وانا صغير كنت دائما اشوف ديفيد بلاين، كريس انجل، دول المشهورين في مجال السحر وكذا. كنت افاجئ طبعا يعني زيكم، صدق انا طبعا الاول ايوه، فاتاكدت بعدين انه مو سحر، يعني جابوا كلها مجرد العاب خفه. ايه كل العاب خفه، يعني كل السحر اللي بيطلعوا يا جماعه في التلفزيون لاعبين خفه مظبوط، ولا في ناس منهم كلهم يعني ما في احد اصلا، لو واحد مشعوذ ما يطلع لك يقول لك انا مشعوذ، كلهم يبغى يا شهره يا فلوس يعني. متى بديت دخلت كذا في المجال، حبيته او كنت تتفرج يعني عادي كمشاهد عادي؟ متى بديت دخلت في والله انا احبه وانا صغير يعني، بس يعني بديت اتعمق فيه قبل 4-5 سنين. من 4-5 سنين إيه. طب خلينا نبدا بخدعه كذا من الخدع. احنا حيكون معانا بعد شويه على الهاتف اصغر لاعب خفه سعودي مناف شطاف، فخلوكم معانا. راح نبدا بالخدعه الاولى، نوريكم خدع مميزه من محمد. ايش اول شيء المفروض يكون في ميوزك كذا تن 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 عارف زي الاجواء؟ كثير بشوف في الشو مثلا في العرض حق اللي هم لاعبي الخفه او السحره كذا بيكون في ميوزك وكذا، شيء يعني ميوزيكو يعني ضجه كده يسووها، يعني ما بيكونوا كده. لا انا ما احب، انا الستايل حقي احب انه يكون عاطفي. هو باي شكل جو إيه؟ خلينا نبدا باول واحده عشان لا نضيع الوقت معانا. طيب تساعدني اي شيء؟ يلا انا جاهز، يعني هبعد ورقي كده على جنب مثلا، انا هوريك ورقه. اوكي خلاص واضحه، اربع سؤال خلاص، ابغاك تفك يدك غطيها بيدك الثانيه كده. طب انت شفت الورقه ولا ما شفت؟ ايوه اربعه سوداء غطيها. اوكي اربعه سوداء. انا هوريك اللي معي الحمراء، واضحه؟ اربعه حمراء. ايوه انا هوري، انا بس مجرد اني اسويها كذا. اوكي انا معي ايش؟ اربعه حمراء. انا معي السوداء. طيب انت معك الحمراء، شوف. اي والله صح. اوكي بس هذه الاربعه الحمراء، ما اعرف اذا في الباقي تحكم. اوكي هنا تنشاف ولا تنشاف هنا شباب؟ هي واضحة؟ لا ما راحت على الكاميرا، هذه هي الأربعة الحمراء. اوكي هذه ممتازة الفكرة. طيب مثلا في خلينا أيوه شيء سريع كذا، سريع ورين سريع. مثلا أنا أول شيء أوريهم إنه الورق يختلف عن بعض. اوكي واضح. هذا شيء رئيسي. إي طيب أنا أسوي لك كذا. اوكي هذه واحدة. طيب اثنين. اوكي هذه الورقه الاولى؟ لا هذه هيك الثانيه. اوكي هذه اللي اخترتها انت. ايوه هذه الثالثه. ابغى تطلع لي ورقه. هذه ايش؟ ما هيك الا شكل تغير. ما انت ساحر اكيد. لا ما في سحر الحين. اعطيك فكره يعني بسيطه. طيب يعني هم كيف يسوي خدع؟ مثلا انا اشوف دي ورقه. طيب اوكي الجاك. اوكي الجاك فين؟ تحت. انا خليك نقى اي ورقه بس بشويش عشان يقدروا الناس يلقطوا معانا. ايوه ورقه واضحه. اوكي انا ورقة. انا اشوف دي ورقه مثلا. انا اشوف ما خليك تنتبه اني اشوفها. اوكي خليك نقى اي ورقه. نقيت دي. ايوه عادي وريها مشاهدين. اوكي مثلا الثمانيه. اوكي ممتاز. انا احط الثمانيه فوق. انا ما اسوي كذا، مجرد اني ادور على الورقه حقتي اللي هي ولد الاقي الثمانيه بعدها على طول، بس هذه ما استخدمها انا. اوكي فهذه انت إيه. كذا تقدر تعرف ايش؟ لا انا ما استخدمها بس انه بوريكم يعني انه هذه ممكن واحد يقدر يسويها إيه. لو يبغى إيه.
اقول لك خلينا ارجع للاسئله اللي دائما بيسالوها الناس. الناس بتخاف كثير من يعني الحين يبداوا لو جيت مثلا الواحد وسويت له الحركات دي مثلا في كافيه ولا اصحاب جداد ليك وما ادري ايش ما يخافوا ما ينفجعوا كذا منك يقولوا انت ساحر ما ادري مخاوي لا جميل. انا كثير انا ما احب احد يقول لي ساحر قدام الناس انه اسم مو كويس بالذات انا عندنا يعني مجتمع موضوع حساس أيوه. كذا فما احب ذا الاسم يعني احب تسموها لعبه خدع زي كذا احسن العاب خفه وكذا العاب خفه. طب راح نرجع لك محمد بس خلونا نشوف مناف شطة لاعب خفه سعودي اصغر لاعب خفه سعودي. مناف كيف حالك؟ تمام الله يخليك. مناف معانا. مناف متى بديت وكم كان عمرك اول ما بديت كيف بديت؟ انا اول ما بديت كان عمري 12 سنه. طبعا اتفرجت في التلفزيون بعض الخدع فسالت الوالده الله يطول لي في عمره انه قلت لها انه هذه سحر ولا خدع؟ فقالت لي انها خدع لانه بكشفها بعدين بس انه انا حبيت اني انمي الموهبه هذه كيف انه ما حبيت انه اخلي احد يساعدني انه في البدايه حبيت ان انا ابتكر بنفسي افكر كيف اقدر اتعلم الخدع البصريه. الحمد لله انا حملت كتاب يمكن 2000 صفحه من النت لمده شهرين عشان بس اتعلم الخدع البصريه هذه في بدايتي. في اشياء موجوده في النت. طب مناف ابغى اسالك انت تقريبا اصغر لاعب او من اصغر اللاعبين السعوديين. ما بشوف في تركيز من وسائل الاعلام مثلا في السعوديه المجلات الجرايد التلفزيونات حتى في السعوديه ما بشوفها بتركز على مبدعين في مجال الـ يعني الخفه وكذا والعاب الخفه والسحر. ليش ايش تتوقع السبب؟ والله استاذنا اقول لك انه الهوايه هذه شويه مختفيه بالذات في المملكه العربيه السعوديه انه ماخذين فكره انها حرام بس احنا بنبين للناس ان اللي احنا بنسويه كلها خدع كلها خفه يد سرعه يد انه انت يعني الكرت مثلا بتقلبه بيطلع شكل غير الشكل اللي انت تتوقعه بخفه يد. انا حاولت ان اقلب الكرت بدون انت ما تشوفه يعني احنا بنحاول نبين للناس انه انا بديت بالاعمال التطوعيه بديت اعمل حفلاتي قدام الايتام انه اثبت للناس انها كلها خدع بصريه انه انا بديت بالايتام انه ابين للناس انها كلها خدع كلها خفه يد ما فيها ولا اي شيء من السحر. فقعدت في يعني نعمل حفلات للايتام يمكن فوق 4 سنين او 5 سنين عشان بس اثبت انها خدع بصريه عشان اثبت انها كلها خدع بصريه ما هي سحر مجرد لعبه يعني مجرد ايوه لعبه مجرد لعبه عاديه. مناف بعرف منك ايش طموحك في المجال يعني انت لسه ايش طموحك انت في المجال يا مناف بما انك انت لسه صغير وفي بدايه عمرك مثلا تبغى تكون لاعب خفه كبير مثلا زي طموحي طبعا نفتح مسرح ان شاء الله انا ومحمد بلخي في المملكه نكون تيم ان شاء الله ونعمل عروض فيه. طبعا هذه حلم ان شاء الله وان يكون انه عندنا مسرح نبدا نعمل خدع ويجوا الناس يعني يعرفونا صح يعني يعرفون انه مناف شطة محمد بلخي نبدا نسوي الخدع البصريه ان يكون شو خاص لينا انه مو نروح مثلا العمل التطوعي انه نعمل الحفله فيها للايتام لا نعمل شو خاص لينا في ستيج وفي مكان خاص الناس يعرف انه هذا المكان حق الخدعه البصريه. شكرا يا مناف شطة شكرا مناف شطة اصغر لاعب خفه سعودي. ان شاء الله احلامك تتحقق في المجال. انت ومحمد كان بيتكلم طبعا عبر الهاتف بيقول لنا انه حلمه في مجال الخفه اليد وكذا حلمه انه مثلا تفتحوا مسرح انت وهو وتقدموا الاشياء هذه بما انه شيء ما بيخالف العادات والتقاليد ولا الدين. خلينا نجرب خدعه ثانيه معك يا محمد بما انه الوقت داهمنا. في خدعة أنا حسوي واحدة وخليك تجربها مرة ثانية. أوكي. طيب. خلينا بعد ورقي كده عشان نقدر نتفرغ. أيه. الأولى مثلاً. أوكي. جوكر. أوكي. طيب أنا حطها في النص كده. شوف أنا حسوي كده تطلع مرة ثانية. طب ارجع أخبصها كده كلها. طيب الحين هذه مرة تحت تسويها إيش رأيك؟ أوكي. طيب. أنا حسويها تزبط معايا على طول. لا تشيلني قدامي. يعني مثلاً. أوكي. أنا أخذ ورقة أمسك. أوكي. هي أمسكها أنت بنفسك برضو. امسك اوكي حط ورقه في النص وريها الكاميرا بس واضحه اوكي هذه هي في الكاميرا 7 إيه؟ قلوب احمر حطها في النص احطها في النص إيه. اوكي دخلها امسكها كده امسك زي اول بس سوي بشويش كده اوكي كده بشويش اوكي ارفعها لفوق اوكي ايه بس كده خلاص اكشف الورقه يلا نشوف
زبطت معي. طيب محمد الحوار معك ما ينمل منه طبعا، بس للأسف وقتنا انتهى، اليوم كان وقتنا قصير شوية معاكم، رح نرجع أشكرك طبعا محمد، وكيد رح نلتقي مرة ثانية ونوري الناس خدع جديدة ومختلفة. كل اللي ورناكم اليوم مجرد خدع بصرية وما هي سحر يا جماعة، الله يخليكم يكون عندنا شوية وعي في النقطة هذه. رح نتقابل معاكم الأسبوع الجاي فقرة خاصة من جدة. أرجع زميلتي رامية في دبي، شكرا لكم.